مرحبا، اسمي عبيدة، لقبي المدرب عبود، مدرب في تغيير وتطوير الأنماط السلوكية والعاطفية، وبتشكرك على الانضمام لهذه الجلسة الخاصة لقطع الأحبال الأثيرية. هدف هذه الجلسة هو مساعدتك على التحرر والانعطاق من أي عوائق ذهنية ومعتقدات أو طاقات بتعيق تقدمك في الحياة وبتمنعك أنك تكون متصل بنفسك وحقيقتك. خلال آخر 3 سنوات من حياتي ساعدت أكثر من 100 شخص بشكل شخصي ومئات الأشخاص على المستوى النفسي والعاطفي من خلال العلوم البرمجة اللغوية العصبية والتنويم الإيحائي. بسعدني أنك تتابعني على قناة اليوتيوب وتتعرف أكثر على طبيعة المحتوى اللي بقدمه، وبتقدر كمان تشوف أسفل هذا الفيديو رابط لتتعرف على الخدمات اللي أنا بقدمها. أوكي، عشان أبدأ راح أحكي في اللغة العربية الفصحى عشان الكل يكون متناغم مع هذا التردد. حسنا، كي نبدأ هذه الجلسة عليك أن تكون في وضعية مرتاحة مستلقيا أو جالسا. هذا التسجيل غير مناسب بتاتا لمن يقود مركبة أو يعمل على آلات ثقيلة، لذلك إذا كنت سائقا أو في مكان عمل غير مناسب أوقف هذا التسجيل. عدا ذلك خذ نفسا عميقا الآن واشعر بمكان وجودك الآن داخل جسدك. اشعر بمركز قلبك وأخرج الزفير ببطء. كل جلسة اليوم تدور حول استعادة قوتك التي أخذت منك أو أعطيتها بدون وعي منك، لذلك خذ بضع لحظات واستحضر نيتك لاسترجاع قوتك المسلوبة أو التي أعطيتها بدون وعي منك. خذ نفسا عميقا الآن واسمح للذكريات والمواقف بالظهور على شكل شريط صور داخل عقلك، وتخيل كيف أن كل موقف وذكرى مررت بها خلقت أحبالا وجذورا داخل عقلك متصلة بذاتك وروحك. بعض هذه المواقف والذكريات الجميلة تخلق روابط صحية وتشحنك بالطاقة، وبعض المواقف والذكريات السيئة قد شكلت أحبالا وجذورا واتصالات غير صحية معك، مزروعة بالنظام العصبي والخلايا العصبية على شكل شحنات تقوم بامتصاص طاقتك وتمنعك من أن تكون في حالة وعي كامل ومتصل بقوتك الكامنة. الآن استحضر النية للاتصال بطاقة السكون والحب الإلهي الموجودة دائما في روح الحياة. هذه الطاقة لا تريد سوى مساعدتك للاتصال بروحك ورسالتك. هذه الطاقة موجودة دائما لتساعدك على قطع وإزالة الأحبال الأثيرية الضارة. خذ نفسا عميقا الآن واسمح لعقلك أن يظهر لك الأشخاص والأحداث والظروف التي تقوم باستنزافك، واسمح لطاقة الحب والسكون أن تغمر هؤلاء الأشخاص والظروف والأحداث. خذ نفسا عميقا وردد داخل ذهنك وفي قلبك في هذه اللحظة الآن: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبع الخاصة بي. أنا أستعيد قوتي وطاقتي الآن وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأنا أسامح نفسي الآن. التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. مع كل نفس أتنفسه أسمح لهذه الطاقات أن تتدفق من خلالي وتعمل على تقوية وتكبير المجال الطاقي الخاص بي. وبهذا فإن أي شيء أو أي شخص لا يتوافق مع ذبذبتي فإن مجال الطاقي يقوم بإبعاده وطرده، وكل شيء وأي شخص يتوافق مع ذبذبتي ورفاهيتي فإن مجال الطاقي يجذبه إلي.
أسمح لطاقتي أن تعمل في جميع الأبعاد والأزمان والأماكن في الماضي والحاضر والمستقبل. خلال هذه الجلسة سأكرر قطع الأحبال الأثيرية لعدة مرات حتى تتمكن من إزالة هذه الارتباطات الغير صحية بأمان مع أشخاص متعددين وظروف متعددة وذكريات متعددة وأحداث متعددة وإدمانات متعددة. فقط اسمح لها بالظهور بتلقائية بدون أن تجبر نفسك على صور ذهنية معينة. ربما تتفاجأ بظهور صور لأشخاص أو أحداث ما زالت متصلة بعقلك الغير واعي. اسمح لهذه الصور والمشاعر بالتحرر من مجالك الطاقي بشكل تلقائي ولا تقاومها أو تعلق بالتفكير بها. وإن استغرقت في النوم فإن الجلسة ستبقى تعمل مع عقلك الباطن بدون أي جهد وبشكل تلقائي. في حال ظهور أشخاص ومواقف سابقين من الماضي بعد الجلسة فهذا يعني أن الدرس الروحي الذي يجمعكما لم ينتهي بعد، وعليكم بناء اتصال جديد يملأه الحب والثقة والبراءة. أما الآن نفس عميق واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها مع والديك أو القائمين على رعايتك، مع إخوتك، مع أفراد عائلتك، مع معلميك، مع أصدقائك، مع أقربائك، مع جيرانك، مع معارفك، مع زوجك، مع أطفالك المولودين أو الذين لم يولدوا، مع شريكك العاطفي، مع شركائك السابقين، مع أحبائك. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها مع الغرباء، مع شركاء العمل، مع مدراء العمل، مع الموظفين، مع العملاء، مع العملاء المحتملين، مع أصحاب العمل، مع المنافسين. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها مع المهنيين، مع الأطباء أو المتخصصين في الطب، مع منفذي القانون، مع الشرطة أو أي قوة عسكرية، مع الجهات الحكومية، مع موظفين الحكومة، مع المؤسسات المالية، مع الأحزاب السياسية، مع القادة السياسيين والدينيين. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها مع المتنمرين، مع الكارهين، مع الحاسدين، مع الغيورين، مع المتحرشين، مع المتحشرين، مع الثرثارين، مع النمامين، مع الفاسدين. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها مع المجرمين، مع أي شخص شكل تهديدا لك، مع أي مخلوق شكل تهديدا لك، مع أي حيوانات مؤذية، مع أي كائنات في هذا البعد أو أبعاد أخرى. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها بسبب الاعتماد أو الإدمان على السكر، على الطعام، على الكحول، على التدخين، على القمار، على إدمان الألم، على إدمان العمل، على السرقة، على التأفف، على العادات الغير صحية. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها بسبب الاعتماد أو الإدمان على مواقع التواصل، على التلفاز، على الإباحية، على التسوق، على الأخبار، على الأدوية، على السحر، على الشعوذة، على المخدرات. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها بسبب الجنس الغير متصل بقلبك، بسبب العلاقات الغير نزيهة، بسبب الخداع في الحب، بسبب الخداع في الجنس، بسبب التلاعب الجنسي، بسبب علاقة مهينة، بسبب الاعتداء والضرب. خذ نفسا عميقا مرة أخرى الآن واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها بسبب الاغتصاب، بسبب الإجبار على الدعارة، بسبب الجنس مقابل المال، بسبب الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة. خذ نفسا عميقا مرة أخرى واشعر متى تم أخذ قوتك أو التنازل عنها في الماضي والحاضر بسبب أي شيء يتعلق بعادات الآخرين وإدماناتهم السلوكية التي ما زالت تتحكم في حياتك وطريقة تفكيرك وتصرفاتك وأفعالك. خذ نفسا آخر، اشعر أي تفاعلات وذكريات وعواطف أخرى أخذت منك قوتك أو تنازلت فيها عن قوتك بسبب أشخاص ومواقف وأحداث جعلتك تشعر بعدم أمان وعدم احترام وعدم حب. خذ نفسا عميقا
وركز على إحساسك بجسدك الآن، واشعر كل هذه المشاعر العالقة في جسدك والتي تريد التحرر الآن. اشعر بمراكز الطاقة الرئيسية في جسدك وتابع التنفس. اشعر بمنطقة الجذر لديك عند قاعدة الحوض، ومن ثم انتقل لمنطقة أسفل البطن. اشعر بمنطقة أسفل البطن أسفل السرة، ومن ثم انتقل لمنطقة المعدة والبطن فوق السرة. تابع التنفس وانتقل لمنطقة القلب واشعر نبض قلبك الآن، ثم انتقل لاستشعار حلقك وأوتارك الصوتية. استشعر مقدمة الرأس ومنتصف الدماغ كذلك، وتابع التنفس. استشعر أطراف يديك ورجليك، وحاول استشعار أجزاء جسدك المختلفة الآن. خذ نفسا عميقا من البطن، واسمح لطاقة الحب والسكون أن تغسل وتنظف جميع العوالق والرواسب والطبقات والغرز والأحبال الأثيرية التي تم وضعها هناك من قبلك أو من قبل الآخرين بوعي أو بدون وعي. ومع النفس التالي، طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. طاقة الحب والسكون تغمرك وتغمر المكان الذي أنت فيه. خذ نفسا عميقا، واشعر طاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك في المكان، واسمح لهذه الطاقة أن تشع من خلالك، وكرر العبارات التالية في ذهنك: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي، وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا، وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبعة الخاصة بي. أنا أستعيد قوتي وطاقتي الآن، وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأنا أسامح نفسي الآن. التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. خذ نفسا آخر، واستشعر إذا ما كان هنالك أي وجوه وأماكن أو ذكريات تظهر لك في هذه اللحظة. مع الزفير اسمح للأحبال الأثيرية بأن يتم اقتلاعها. ومع النفس التالي، طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. خذ نفسا جديدا، واشعر طاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك في المكان، واسمح لهذه الطاقة أن تشع من خلالك، وردد هذه العبارات التالية في ذهنك مرة أخرى: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي، وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا، وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبعة الخاصة بي. أنا أستعيد قوتي وطاقتي الآن، وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأنا أسامح نفسي الآن. التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. خذ نفسا آخر،
واستشعر إذا ما كان هنالك أي وجوه وأماكن أو ذكريات تظهر لك مرة أخرى في هذه اللحظة. ومع الزفير اسمح للأحبال الأثيرية بأن يتم اقتلاعها، ومع النفس التالي طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. خذ نفسا جديدا واشعر بطاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك في المكان، واسمح لهذه الطاقة أن تشع من خلالك، وردد هذه العبارات مرة أخرى: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي، وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا، وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبع الخاصة بي، وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأنا أسامح نفسي الآن. التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. خذ نفسا آخر واستشعر إذا ما كان هنالك أي وجوه وأماكن أو ذكريات تظهر لك في هذه اللحظة مرة أخرى. ومع الزفير التالي اسمح للأحبال الأثيرية بأن يتم اقتلاعها من جذورها. ومع النفس التالي اجعل طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. خذ نفسا جديدا الآن واشعر طاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك في المكان، واسمح لهذه الطاقة أن تشع من خلالك، وردد هذه العبارات التالية في ذهنك: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي، وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا، وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبع الخاصة بي. أنا أستعيد قوتي وطاقتي الآن، وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأنا أسامح نفسي الآن. التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. خذ نفسا آخر واستشعر إذا ما كان هنالك أي وجوه وأماكن أو ذكريات تظهر لك في هذه اللحظة. مع الزفير اسمح للأحبال الأثيرية بأن يتم اقتلاعها. ومع النفس التالي طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. ومع النفس التالي طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي تركته الأحبال الأثيرية. شعر طاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك في المكان، واسمح لهذه الطاقة أن تشع من خلالك. وردد العبارات مجددا في ذهنك: أنا أقطع أحبال التلاعب والسيطرة التي بيننا الآن. أنا أستعيد قوتي وطاقتي، وأعيد لك قوتك وطاقتك بقطع هذه الأحبال التي بيننا من كل زمان ومكان وواقع وهي أبعاد أخرى الآن. أنا أثق وأسلم وأسمح للحكمة الإلهية بسحب هذا الرابط الذي بيننا، وتحويل أي ألم ناتج عن هذا الاتصال إلى حكمة ونور وشفاء يملأ قلبي وجميع مراكز الطاقة السبع الخاصة بي. أنا أستعيد قوتي وطاقتي الآن، وأعيد لك قوتك وطاقتك الآن. أنا أسامحك وأسامح نفسي الآن.
التسامح يجعلنا أحرارا من جميع القيود والعقود والوعود التي نشأت بيننا في كل زمان ومكان وواقع وأي أبعاد أخرى. أتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتي الآن، وأسمح لطاقة الحب والسكون بمعالجة وإصلاح أي ضرر تسبب فيه اتصالنا سويا. أدعو الله أن يغمرني ويحيطني بأعلى طاقة من الحب اللامشروط والرحمة العميقة والتسامح الجذري والامتنان الهائل. خذ نفسا آخر واستشعر طاقة الحب والسكون تغمر المكان الذي أنت فيه. استشعر طاقة الحب والسكون تملأ جسدك وما حولك من المكان والزمان الذي أنت فيه. استشعر الطاقة حول جسدك الآن، واشعر في ذبذبات أو نبضات أو حرارة حول جسدك أو في باطن يديك وباطن قدميك. استشعر مراكز الطاقة السبعة لديك مرة أخرى. ابدأ بالقاعدة عند الجذر أسفل الحوض، وانتقل لمنطقة أسفل البطن. إذا شعرت بأي ألم في منطقة أسفل البطن، اسمح لهذا الألم بالتحرر منك. لكي تتخلص من هذه الجذور أو الأحبال الأثيرية، عليك الدخول في هذا الألم لينتهي. المفارقة في زوال الألم بأنك لن تستطيع التخلص من الألم إذا هربت منه، ولكن إذا دخلت في عمق الألم سوف يتحول هذا الألم إلى نور. اسمح للمنطقة البطنية أن تكون في حالة استرخاء أكثر، وخذ نفسا عميقا الآن. ومع الزفير اسمح للأحبال الأثيرية بأن يتم اقتلاعها بسهولة. اشعر في منطقة السرة وانتقل لمنطقة المعدة والقلب. اسمح لقلبك أن ينبض بالحياة. خذ نفسا عميقا للقلب وأطلق طاقة الحب لنفسك، للمكان الذي أنت فيه، ولكل شخص تذكرته في هذه الجلسة. انتقل للشعور بمنطقة الأكتاف والذراعين وباطن اليدين، وانتقل بعدها لمنطقة الحلق. اشعر بباطن الحلق وفي جوف الحلق وتنفس، من ثم انتقل لمنطقة العين الثالثة، مقدمة الجبهة. اسمح لعينيك أن تسترخي. ربما تشعر في ألم في عينيك، ألم قليل. اسمح لهذا الألم أن يتحول إلى نور وشفاء. وانتقل لمنطقة منتصف الدماغ عند الغدة الصنوبرية، واشعر بأعلى رأسك. اشعر في منطقة الظهر، الحوض، والرجلين من الخلف، ومن ثم انتقل لقدمين، باطن القدمين. خذ نفسا عميقا الآن، خذ نفسا عميقا الآن، نهاية الجلسة. يمكنك البقاء مسترخيا الآن، أو يمكنك النهوض وعمل بعض التمارين الخفيفة لإنعاش جسدك مرة أخرى.
أتمنى لك يوما مزدهرا وحبا يغمر حياتك وحياة من تحبهم. سلامي لك.